أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضل وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا
لا يحطمنكم